وبسبب التصريحات الكثيرة من عدة جهات سياسية في نتائج الانتخابات بشكلها الأولي. ينضم إلينا عبر الهاتف من كركوك الناطق الرسمي باسم الجبهة التركمانية علي المهدي. سيد علي، مساء الخير. لنبدأ من تصريح العبادي وإقرار العبادي. العبادي يعترف بتقصير المفوضية العليا بشأن أجهزة التصويت. سيد علي، بعد هذا الإقرار كيف تقيم نتائج الانتخابات الأولية؟ أولا شكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد الكريم. نحن في يوم التصويت الخاص للعسكريين والزلمية. اعتراضنا، نواب التركمان اعترض بكتاب رسمي إلى المفوضية العليا للانتخابات. نعم، صوتي واضح؟ نعم واضح، أسمعك جيدا، تفضل. اعترضنا يوم الأول بالتصويت الخاص، ولكن مع الأسف المفوضية العامة للانتخابات الغير المستقلة لم يأخذ بنظر الاعتبار اعتراضنا، وصارت ما صارت في يوم التصويت العام. هناك تزوير واضح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني في صناديق الاقتراح. مع الأسف نحن التركمان ندفع ثمن دفاعنا عن وحدة العراق ودفاعنا عن العلم العراقي. قبل 6 أشهر وخلال هذه السنوات الماضية دافعنا عن وحدة العراق ودافعنا عن عراقية كركوك، ولكن مع الأسف هناك أعتقد اتفاق سياسي بين المفوضية وبعض الأطراف السياسية مع الاتحاد الوطني الكردستاني أدت إلى ظهور هذه النتائج واضحة. نحن نقول نفتح صندوق واحد فقط، فلنفتح صندوق واحد فقط ونعده يدويا، نعده يدويا لنثبت للعالم ما قام به المفوضية العامة، بعض أفراد المفوضية العامة للانتخابات اتفاق أو صفقة مع جهات أو أحزاب. طيب سيد علي، يعني هناك شكاوى كثيرة يعني ترد ربما من محافظات مختلفة، لكن التركيز على عمليات التزوير، على عمليات التلاعب بنتائج الانتخابات يعني منصبة بشكل مضطرد في مدينة كركوك، ما السبب في ذلك سيد علي؟ يعني كركوك حقيقة كل المحافظات العراقية مهمة، ولكن أهمية كركوك واضحة. طيب. من خلال 13-14 سنة الماضية هناك من يحاول ضم كركوك إلى إقليم كردستان، وبالتالي اتصال كركوك عند العراق واتصال كردستان على العراق. هذه محاولات لها أيادي دولية، لها أيادي دولية فيها. حقيقة كركوك فيها مكونات، فيها تركمان والعرب والأكراد وإخواننا المسيحيين. مصير كركوك مهم جدا لمصير المنطقة ومصير العراق، ولهذا كركوك محافظة مهمة. ولكن مع الأسف في هذه الانتخابات في هذه الأيام نشكر قناتكم، هناك تعتيب القنوات الأخرى على ما تجري في كركوك. هناك اعتصام 3 أيام في كركوك من قبل التركمان والعرب في 5 مواقع معينة. الناس معتصمة لا تأكل ولا تشرب، في قيم موجودة داخل كركوك. طيب سيد علي، السيد أرشد الصالحي طالب بشكل صريح من خلال تصريح له بمعاقبة من قام بتزوير الانتخابات. نعم. في كركوك، لكن السؤال هنا. نعم. كيف تأكد لكم بوجود تزوير؟ ما هو دليلكم في ذلك سيد علي؟ في يوم التصويت الخاص عن باب الصدفة خرج شريط من أحد الصناديق، من أحد أجهزة البايومتري أو أجهزة الانتخاب، هذه أجهزة جهاز الكمبيوتر. الشريط في منطقة عربية ماء بالماء. نعم. لا يوجد فيها لا كردي ولا تركماني. من مجموع 170 صوت تقريبا يخرج 162 صوت بصالح الاتحاد الوطني الثاني. طيب. منطقة عربية 100% من قرية معينة. وهناك بعد ذلك أشرطة، لدينا أشرطة كثيرة، لأن في كركوك هناك مناطق تركمانية، مناطق عربية ومناطق كردية. طيب سيد علي، سيد علي أستثمر وجودك معنا الدقائق قليلة معكم.
هناك من يطالب بإعادة الفرز يدويا، ماذا تنوون فعله بعد أن تأكدتم بأن هناك عمليات تزوير جرت في كركوك؟ هل تعتقدون أن الفرز اليدوي يمكن أن يحل الأزمة سيد علي؟ الفرز اليدوي هو الحل الوحيد. أنا ماذا أطلب من العراقي، من الحكومة العراقية؟ أطلب صوتي، صوتي. لا أطلب تعيين، لا أطلب ماء، ولا أطلب كهرباء، ولا أطلب خدمات. أطلب صوتي. الحكومة العراقية إذا كانت عادلة، المفوضية إذا كانت مستقلة عادلة، فليقوم بالعدل والفرز صندوق واحد فقط، صندوق يبين للعالم بأنه حكومة عادلة و مفوضية مستقلة. نعم سيد علي. من كركوك الناطق الرسمي باسم الجبهة التركمانية علي المهدي، شكرا جزيلا سيد الكريم، وضحت ووصلت رسالتك.